لمسة وفاء. ضيفنا في برنامج لمسة وفاء عميد كلية الطب سوسة، الأستاذ المبرز الأخصائي في أمراض النساء والتوليد الدكتور الهادي خيري. نحكي معاه على تكوينه وسيرته الذاتية الحافلة بالكتابات المعمقة في مجال الطب وترأسه للعديد من المناصب. باش تتفاعلوا مع ضيفنا كلمونا على 77-288-322. ما لكونوا في الموعد اليوم التسعة متاع الليل مع الإعلامي الزبير العياري في برنامج لمسة وفاء على الحياة فاء. لمسة وفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي أحبائي المستمعين، أوفياء زهرة الحياة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد وموعد متجدد مع البرنامج لمسة وفاء، ونحن أوفياء لنقدم نخبة متميزة من إطاراتنا الطبية والأطباء الذين عملوا وما زالوا يعملون من أجل تقديم إضافات جديدة في مجالهم الطبي. وكم يسعدني ويشرفني أن يكون ضيف هذه الحلقة أحد القامات الكبرى في مجال الطب، كيف لا وهو عميد كلية الطب سوسة الأستاذ الفاضل ابن القيروان البار الأستاذ الهادي خيري. أستاذ العزيز، حللت أهلا ونزلت سهلا ومرحبا بك. شكرا سي زبير، تحية للمستمعي حياة فم، لإذاعة مس في الأعماق، ميدان هام في التغطية الصحية، وأنا سعيد جدا نساهم بالتجربة ممكن المسيرة اللي تعديت بها في ميدان الصحة من التكوين إلى العلاج. ونحن أيضا سعداء باستقبالك في حصة لمسة وفاء وفي إذاعة الأولى للصحة في تونس. عبيدنا العزيز، بطبيعة الحال ما بقي لك من الذاكرة من مرحلة الطفولة؟ هو حالة الطفولة، احنا في المدرسة الحكومية، انا درست في ريف منطقة حجب العيون في مدرسة ابتدائية. نعم. اللي نتفكره هو كان عنا اطارات تعليم من طراز عالي جدا، تحسهم مواظبين، يكونونا في اللغة، في بالطبع في جميع المواد بتاع السنة الابتدائية، وكنا معناها كانت كي باش نعديو الامتحان تسمى وقت السيزيام، يتسمى معناها امتحان كيما البكالوريا توا، معناها يعني تعدى في الجرائد كل شيء. نعم. وقتها معناها بالنسبة لي، وكنا يعني نتداول على مدينة حاجب العيون على خاطر ديما فيها كل التنشيط، من احسن المهرجان مع سي علي الزواوي الله يرحمه، مهرجان صوف، ديما عندنا نشاط ثقافي لاباس به، متميز. نعم. بعد خذيت قبل ما تقول حبيت نقول مدينه الحاجب العيون هي مدينه العيون، مدينه جميله جدا معروفه بمائها الرقراق، وهي ما هي مدينه انجبت العديد والعديد من الاطارات، سواء في الطب سواء في الشعر سواء في الادب، وهذه المدينة نحن نحبها كثيرا نظرا لموقعها الجميل وكذلك عيونها الجميلة، ولا غرابة أن يكون ضيفنا من هذه المدينة المعطاء. هو في الواقع ديما نعتز أول حاجة كتونسي، لكن ممكن من حسن الحظ بشرت تقريبا في 4 ولايات. نعم. وهذه ميزة ممكن، لأني ترابيا القرية المدرسة الابتدائية مدرسة العبايض اسمها، تقريبا على بعض الكيلومترات من حجب العيون، لكني تتبع معتمدية جلمة. نعم. هذه في التعليم الابتدائي. وكي خديت سيزيام كان عندنا الاختيار، أما باش نجي لمدينة القيروان
ولا أول مرة يفتحوا في مدينة سبيتلا كوليج لثلاث سنين الأولى فيه مبيت، وكان لي بالطبع شرف وذكريات كبيرة مع لي غوين رومان أثار نتاع رومان. دونك دشنا أول فوج اللي دشن التعليم الثانوي في مدينة سبيتلا، لكن ما توصلش للباك، علاش خذيت الباك في مدينة القصرين. دونك شوف التنسيق ما بين الولايات والتنوع في المؤسسات التعليميه. التنوع في لكن علاقاتي كبيره ياسر، باعتباري في الحياه الاسبوعيه ديما مدينه حاج بالعيون وزملائي واصحابي في مدينه القيروان عشره من اللي احنا صغار. حتى نجحت في الليسي نتاع القاسرين وقتها كنت الاول في نطاق الليسي، واخترت الطب، وكان لي شرف اني من كنت زاده من اول فوج في كليه الطب بسوسه، قلت لي حتى كليه سوسه وصفاقس كنت اول فوج دخلنا في تعليم الطب، وكانت الحق تجربه كبيره ياسر، خاطر ديما اول فوج باش تشوف تعيشك الصعوبات اللي مازال ما ثماش اساتذه ولا اساتذه الكل يجونا من الخارج من كندا من اوروبا، من احسن الاساتذه كانوا يجونا فتره وجيزه نتاع اسبوعين، والاساتذه القارين كانوا قليل معناها. وقتها معناها كانت العميده الاولى سعاد اليعقوبي الوحشي الوزيرة السابقة. نعم. كانت قريبة ياسر للطلبة، معناها واحد يمرض يعمل قريب تهز شوية شربة وتمشي له، معناها كسوة في الفوي، يعني قريبة ياسر للطلبة. دونك تعاشرنا مع الأساتذة كما الأصحاب، وهذاك خلق روح كروح الانتماء. نعم. كلية الطب تعرفوا كلية الطب ابن الجزار، معناها ابن الجزار مدرك، دونك كان اختيار الاسم عنده قيمه كبيره ياسر، وفيه رمز كبير لمدينه القيروان بطبيعه الحال. تو ممكن بعد نعرجوا شويه على شنو برنامجنا مع ابن الجزار. نعم. في نطاق توا كعميد كليه، وكمل التعليم نتاعي في كليه الطب سوسه، واخترت اختصاص امراض النساء والتوليد. نعم. بعد ما عدينا المناظره وتنقلت في التكوين تاعي لفرنسا، فتره في فرنسا وفتره في كندا، وكنت معناها كان بامكاننا باش نبقاو على عين المكان في فرنسا وقتها، حتى كاسيستون دور الشهاده نتاع الاسيستون اجنبي بعثوها لي في كيما البوستير في البوسطه، وانا مازال شهرين ولا ثلاثه باش نعدي كاستاذ مساعد في سوسة، وبشرت في سوسة كأسيستان، وكان عامين بعد تقريبا عمري 32 سنة أو 33 سنة ثم شغور في قسم أمراض النساء اللي هو جديد، قسم كبير وجديد فيه معناها أكتيفيتي كبيرة ياسر. فرحات حشيد. في فرحات حشيد. نعم. دونك هو كان حتى عنده إدارة خاصة، معناها عبارة مستشفى في مستشفى، باعتبار العدد نتاع العمليات، العدد نتاع حالات الولادة، وباش نرأس القسم نتاع الماترنتي، وقتها كنا العدد ضئيل، معناها تقريبا ثلاثة طبة، زوز طبة أسيستون، معناها طبيب أجنبي، وكانت مغامرة كبيرة، لأنه معناها باش ناخذ المشعل وباش نخلقوا فريق طبي، على خاطر وقتها المسؤولية كبيرة في العلاج، في التدريس في الكلية نتاع الطلبة نتاع الطب، في الفنيين الساميين كما لي ساج فام، دونك هذا الكل لازم نقوموا بهم مع معناها المسؤولية نتاع الإدارية نتاع القسم. والحق بالنسبة لي معناها الحاجات الهامة ربما في خطي كرئيس قسم هو بعثنا حاجات هامة بطبع، مع
معنا قلصنا من الحد متاع وفاه النساء نعم عند الولاده، ونظمنا وخلقنا اول نواه في السرطان الثدي 1988، كانت من اول العمليات اللي قمنا بهم في ميدان السرطان. بعد الفريق تاعنا تقريبا ما يقرب عن 20 ما بين استاذ واستاذ مساعد، معناها ولات مركز معروف عن النطاق القومي، وحتى معناها شهاده من عن النطاق الاوروبي. توسع يعني توسع ولا من اكبر النشاطات سرطان ثدي، لكن هو حتى سرطان عنق الرحم الى غير سرطان المبيض الى غير ذلك، مي سرطان ثدي خاطر هو كان معناها اول سرطان في البدن، معناها يمس المراه تقريبا 30% اكثر شويه من 30% كي ناخذوا البدن الكل يمثلوا سرطان ثدي. دونك وباء كبير، كانوا الناس كل لازم يمشوا لانستيتي صالح عزيز بريسك على نطاق القوم، ووقتها خذينا معناها تلينا به الاختصاص باش ولينا نغم تقريبا نغطيو الولايات الوسط وحتى الجنوب، وجونا حتى بعض الولايات الشمال زغوان الى غير ذلك. وكان هذاك من احدث الحاجات اللي قمنا بهم. الحاجه الثانيه، كونا اول مركز مساعد على الانجاب، كانت تقريبا في نطاق الببليك، معناها اول مركز حتى على نطاق المغرب العربي وربما حتى في افريقيا، اول مركز وقت ما زالت النشاط هذا في تقريبا في اي سنه؟ بديناها 1900 بالضبط 1987 اول، ومن بعد بالطبع طورناه اكثر وتو من احسن زاد المراكز في الاختصاصات معناها الهامه على الانجاب. وبعد الفريق الطبي الحق كان ممتاز باش عمل نمو الاختصاصات داخل الاختصاص، فيه اختصاصات الجراحه بالمنظار الليكوغرافي، معناها عده اختصاصات في نفس الاختصاص. نعم نعم سيد العميد، وانتم ايضا كنتم خبير ولا ما زلتم لحد الان خبير منظمه الصحه العالميه في حول استراتيجيه المجال الام وخاصه في الوفيات. بالضبط، كنت كلفت كخبير من المنظمه العالميه للصحه نعم باش عملنا كما الدليل للوقايه ولا من الوفيات عند الولاده. أنا شنو من الأسباب والمسببات وكيف شنو هي استراتيجية يعني نعملوها على النطاق القومي باش نقلصوا من نسبة الوفيات، اللي هي نسبة الوفيات هي مؤشر نتاع نمو في البلاد. معناها تنجم هو ثم ثمانية مؤشرات معناها نتاع نسموهم لي زوبجيكتيف ميلينير دو ديفلوبمون، معناها مؤشر نتاع نمو، منهم نسبة الوفيات. معناها تنجم تسهل مواطن تقول اعطيني نسبة الوفيات في بلادك نعرف نصنفك في النمو في العالم كدولة، خاطر الوفيات مش مربوطة بالطبيب ولا بالمستشفى، مربوطة بالتجهيز، بالطريق، بالطريقة التواصل، معناها العلاج الأولي اللي يصير، معناها ثم عدة مراحل اللي هما مربوطين بالنمو بصفة عامة. وأنتم سيادة العميد قمتم بدراسات وبحوث في هذا المجال. عملنا دراسات، أنا نعتبر قمت بزيارة تقريبا جميع ولايات الجمهورية. نعم. نمشيو مع فريق طبي خبراء ونمشيو معناها باش نشوفوا نعاينوا نجاعة معناها اللهوة بالولادات معناها في الاماكن النائيه، معناها سواء كان في الوسط في الجنوب، ساهمنا في ملتقيات في اغلب الولايات تحسيسيه او محاضرات، ساهمنا في بعث التطور اللي صار معناها حتى من اللي احنا نزلت كرئيس قسم قبل ما نتولى العماده. بالنسبه لي كان هاجس كبير باش مدينه القيروان يكون فيها نمو، فيها عناية خاصة، وكانت أول فوج جامعي يهم الاختصاص أمراض النساء والتوليد. ووقتها
معناها بدينا من الدراسه نتاع المشروع نتاع قسم امراض النساء والتوليد بالقيروان حتى للانجاز وما بعد، وكنت رئيس المجمع الوطني لطب النساء والتوليد، خلاني نبعث مقيمين اطباء مقيمين مع الاستاذ رضا فتناسي وقتها اللي كان اسيستون، وصارت متابعه معناها تقريبا مع الاطباء الداخليين اللي هم يجيو للمستشفى. ومن بعد بالطبع القسم هو بيدو خذا الاشعاع نتاعو، بطبيعه الحال صار وقتها تطور كبير زاد في جميع الاقسام في مستشفى ابن جزار والاغالبه. وانتم سيد العميد ساهمتم بقسط كبير من اعطاء صبغه جديده مستشفى جهوي الى مستشفى جامعي، وخاصه اقول خاصه قسم امراض النساء والتوليد، واللي ذكرني في هذا هو بطبيعه الحال الدكتور رشيد نقر، ايضا كان هو رئيس قسم. كان اول رئيس قسم. نعم. بعد وقت اللي خرج جا سيريدا وقتها حلينا له بوست معناها جامعي، ومن وقتها نجمنا نبعثوا لي ريزيدون معناها الاطباء المقيمين، وليت توا تبارك الله ثم ثلاثة اساتذه معناها تو في نفس القسم. وبطبع كانت الهاجس نتاعنا حتى في خاطر شاركت في المجلس العلمي في وانا صغير معناها ديما نشارك، لاني في التخرج نتاعي كنت اول كلية الطب اول استاذ تسمى في كلية الطب. نعم. تاسوس وقتها نشارك في المجلس العلمي ديما ندافعوا انه باش حتى للمنطقه وحتى نقص الضغط على المستشفيات والمستشفى فرع حشيد قبل ما يولي سهلول. نعم. وكنت الحق معناها بكل نجاعه كان ثم تجاوب توا بعد كي خديت العماده في 2017. نعم. بالطبع نفتخروا بكل معناها يعني افتخار كبير يعني اللي هما ثم فريق طبي توا في اغلب الاختصاصات ممتاز جدا، مساهمين في التكوين، مساهمين في جوده العلاج، مساهمين في معناها من ناحيه البيداغوجيه معناها في البيداغوجيه الحديثه، يعني تقريبا رغم يخرجوا بعض الاطباء وهذه حتى في سوسه موجود ممكن تو نحكيو فيه، كانت الاساتذه نتاع القيروان معناها وصلنا تقريبا اكثر من 50 معناها استاذ جامعي واستاذ مساعد. نعم. معناها وتوا غطينا تقريبا اغلب الاختصاصات، معناها ان تو في المجلس العلمي صار عنده نهارين معناها كي نشوف العدد نتاع المطالب نتاع الأساتذة المساعدين عندي أكثر تقريبا 21 أغلبيتهم من مدينة القيروان، نحكي خارج سوسة، معناها توا ولات مكسب. بطبيعة الحال المرة الأولى كانوا أقسام جامعيين، وبعد ولا مع الوزير وقتها محمد صالح بن عمار معناها قنعناه في استدعيناه للقيروان وقنعناه باش يولي مستشفى جامعي. هذا مكسب كبير بالنسبة لنا يتكامل مع مدينة سوسة. وهذا الرقم اللي ذكرته منذ قليل سيد العميد 21، يعني هناك نقلة نوعية نقولها بصراحة على مستوى مستشفى ابن الجزار في الأقسام الكل تقريبا، في أقسام الأمراض النساء والتوليد، قسم القلب، قسم الأطفال، يعني هناك نقلة نوعية على مستوى الإطار البشري الطبي، وهذا طبيعة الحال نقولوها بكل صراحة بدون مجامل مساهمة تاعك انت، مساهمة كانت فعالة جدا في إرساء هذه خاصة قسم أمراض النساء والتوليد. اي بالطبع بالنسبة لي نفتخر بأغلب الأقسام. نعم. في الجراحة، جراحة العظام، الأطفال، الطب النفسي، معناها يعني نعتبر الاختصاصات اللي موجودة كفاءة عليا. بالطبع ثم شويه ضغط خاطر ولايه القيروان من ولايه الكبار معناها من عدد السكان، وهما بيدهم كيما الفيلتر معناها لبعض الولايات المجاوره. نعم. دونك الامل انه يكون نوصلوا ان شاء الله المستشفى الجامعي
الكبير اللي مش يلم الناس كلها. نعم. اما الفكره نتاع ابن جزار ومن بعد الاختصاصات الجراحيه اللي صارت في الغالبه توا معناها ثم ضغط كبير، وهذا مش كل عام، حتى عن النطاق القومي. مش كل نتاع انتداب الممرضين، انتداب العملاء، الاطباء، هجره الاطباء، معناها تلهف شويه على القطاع الخاص، معنى هذا الكل يخلق طبعا ينجمس الجوده، لكن العزيمه موجوده نتاع الاطباء نتاعنا. نعم. معناها توا في المستشفى مثلا غالبا وصلنا نبعث، وحتى الطلبه اللي في التكوين يجوا الصباح في البيس ويروحوا مع بعض نصف النهار يعملوا الطرابيس نتاعهم ويرجعوا للكليه. معناها واللي يمس الاطباء، مش الاطباء، الطلبه اللي هم مازالوا في سنه ثالثه او رابعه او خمسه طب. نعم. وهذا ما يجرنا سيد العميد هي ان الكفاءات الطبيه والحمد لله في تونس موجوده والحمد لله، ولكن على مستوى التوزيع. ما معنى كلمه توزيع؟ يعني على مستوى الاطباء في المناطق الداخليه نلقاهم اكثريتها في الشمال، نلقاهم في الوسط ربما قليل شويه، في الجنوب قليل شويه، فمش استراتيجيه ربما سواء بالنسبه لكليه الطب بسوسه او حتى على مستوى الوزاره حتى يكون الاطباء موجودين خاصه في المناطق الداخليه. هو موضوع كبير برشا معناها، وتوا معناها الصحراء الطبيه لو ديزير ميديكال يمس حتى الدول الاوروبيه. نعم. توجد باريس مثلا فيها ما فيهاش مشكل، لكن تمشي في البلدان الاخرى ثم مشاكل كبيره معناها في الطب. والمناطق الداخليه ديما يصير احنا كي عملنا مثلا في التقسيم الجغرافي. نعم. وكليه الطب خذت على عاتقها التطور في بدات بولايه القيروان، بعد سيدي بوزيد والقسرين في نفس الوقت، دونك اللي فيهم هذوما كل اساتذه واساتذه مساعدين معناها اطباء وجههم حتى معناها مقيمين، اطباء مقيمين للتكوين. هذا كان اول مبادره، اما اللي ينقص هو العدد نتاع الاطباء خاصه في بعض الاختصاصات. نعم. وفي نطاق الوزاره صار استراتيجيه انه ناخذوا في بدايه الاختصاص عدد معين من الطلبه او الاطباء المقيمين اللي يختار اختصاص، رغم انه السكور نتاعو ولا معناها الرون نتاعو ما يسمحلوش، لكن على شرط يلتزم بعد التخصص باش يختار منطقه من المناطق الداخليه في الاختصاص لمده 5 سنوات. هناك تشجيعات وحوافز للطبيب. هناك حوافز. نعم. وهذه اول فوج هو تخرج توا معناها في معناها مازال كيتخرج، وفيهم في سواء كان في القاسرين او في سيدي بوزيد فيهم ناس اللي يتخرج مش نحلو لهم معناها بوست نتاع استاذ مساعد. نعم. هذا معناها نوع من التشجيع اللي مش يغطي بعض الاختصاصات، اما يبقى ديما غير كافي على خاطر تعرفوا الصحه مربوطه بالنمو بصفه عامه، والنمو بصفه عامه الناس مثلا معناها التواصل معناها نمط الحياه، الغالب مازالت الامور يعني في المدن الكبرى، في المدن خاصة الساحلية ثم قبول أكثر معناها. نعم. ثم عزوف كما حكيت بكري، هو حتى على النطاق الدولي شيء هذا موجود. توا ثم حوافز، وثم هم في بعض البلدان كي ناخذوا مثلا مدينة كندا يبدأ عندهم مثلا كلية طب في شيربروك مثلا في بلاد، يبدأ عندهم فوج طبي صغير يبدأ 25 طالب بعيد 1000 كيلومتر على كل الطب، باش ينجموا هذوكم يتكونوا يولوا هما بيدهم اساتذه ويأطروا ويستقروا، يولي نسبه منهم كبيره يستقروا. اذا سيد العميد يعني هناك مؤشرات ايجابيه
بالنسبه خاصه لمستشفى ابن جزار بالقيروان، خاصه على مستوى الاطباء والاساتذه اللي هم تو موجودين والحمد لله في مختلف الاقسام، سواء اقسام امراض، قسم امراض النساء والتوليد، وكذلك القلب، وكذلك الاطفال، وهذا ما يثلج الصدر حقا سيد العميد. ان شاء الله ان شاء الله على كل القروان تكون عندي اكتفاء ذاتي، ما نقولش 100%، اما على الاقل في الاختصاصات المطلوبه. هو بالحق تو في الاختصاصات المطلوبه، الا الاختصاصات اللي فيهم مشكل عن النطاق القومي وحتى عن النطاق الدولي، كما الانعاش، كما شوي الاستعجالي، بعض الاختصاصات اللي فيهم مشكل عن النطاق القومي. اما اغلب الاختصاصات معناها مش متوفره، اما يلزم فريق، خاطر معناها تحط طبيب وحده في الواجهه، مثلا طبيب نتاع الجاسترو ولا اي معناها اختصاص تحطه في الواجهه يبدا وحده. ما ينجمش يؤدي واجبه معناها بكل نجاح، على خاطر الطلب كبير من جميع الاقسام، وينجم هو بيدو هذاك يكون عامل باش ربما للعزوف نتاع الاختيار الجهه في كطبيب مساعد او كاستاذ مبرز في المستقبل. نعم. دونك اما القيروان معناها بالنسبه لي، خاطر اول حاجه كمدينه معناها مش راهو فيها معناها قريبه لكل شيء، وثاني حاجه معناها ولا ثم ناس عندهم نية الاستقرار، خاطر قبل كي يخرج طبيب سواء كان من تونس، من كلية تونس ولا من صفاقس، يبدأ يتسمى في منطقة من المناطق، ديما عنده نية أنه في وقت ما باش يرجع للكلية من دورجي. توا الحاجة الهامة ثم استقرار، معناها عندنا أطباء في قسم المسالك البولية، اللي هو معناها حتى كان في وقت ما كان ثم إمكانية باش يكون يشتغل في سهلول، ويرفض رغم معناها يمشي كل يوم ويجي، وعنده بالنسبة ليه رب الكبد على الـ على الـ على الـ على القسم اللي فيه، واغلب الأخيان توا عندهم هالغيرة انهم يواصلوا رغم الصعوبات. شو رايك سيد العميد نعمل مراوحة فنية، استراحة فنية؟ سيد العميد، نحن تحدثنا منذ قليل عن الإطارات الطبية، عن تمركزهم في مختلف ولايات الجمهورية. تراشي اليوم ربما العديد من الأطباء يفكروا في الهجرة، يعني يعملون خارج تونس. كيفاش ربما فمش استراتيجية حتى يكون ربما الأطباء هذه يكونوا موجودين في مستشفياتنا في تونس؟ هو موضوع الهجرة موضوع كبير، معناها بالنسبة هو الواقع، أنا واقع يمس أغلب الاختصاصات ويمس القطاع الخاص والقطاع العام. نعم. ثم حتى أطباء يخدموا في القطاع الخاص ودخلوا في الهجرة، سواء كان أوروبا ولا الشرق الأوسط حتى الكندا. معناها الموضوع نتاع الهجرة هو عرض وطلب، الناس معناها اللي يكمل الطب مخه رغم اللغة تختلف، مثلا في ألمانيا الإنسان باش يتعلم اللغة مش سهل، معناها قريب باللغة الفرنسية وباش يولي يمارس في لغة أخرى ويمارس الطب في لغة أخرى، لكن مع هذا الكل ثم عرض وطلب في بلدان أوروبا، فيهم بالطبع امتيازات هو الوضع العام نتاع الصحة، لأنه الصحة يلزمها إمكانيات. نعم. وإمكانيات تهم الميادين الكل، خاطر الصحة مربوطة بالوزارات الكل. في السنوات الأخيرة معناها الطبيب معناها غلاء المعيشة والظروف الضغط معناها نتاع الشغل نتاع الطبيب، ومرات حتى السيكوريتي معناها يعني في الشغل نتاعو، في خاصة في الاستعجالي. نعم. هذا الكل خلق مناخ اللي برشا يفكروا في الهجرة، رغم أن موقفي الخاص
اللي يخرجوا معناها راهو ما ثمش جنة في البقعة ولا في بقعة أخرى. معناها تو الظروف خاصة يخرجوا في فرنسا. صحيح كي تقارن ثم امتياز مادي وربما يخدموا في ظروف طيبة، لكن يبدأوا مرات في مناطق معزلة وغلى المعيشة زادة في أوروبا يخليه فينا الماء. معناها بلدنا به بلدنا مزيانة، معناها فيها من ناحية الطبيعة، من ناحية يبدأ قريب الأهل وقريب الأصدقاء، معناها حاجة ذاك ما عندهاش ثمن. لكن ثم طيار كبير، شنو الاستراتيجية اللي نجمو نعملوها؟ هو الحاجة الأولى هي الوقاية، كما حكيت بكري بعض الأطباء في الاختصاصات الهامة مش يقع أجبروا، وهذا مش أجبروا هو هي اتفاقية صارت مع الوزارة من أول مبدأ الاختصاص باش يشتغلوا في المناطق الداخلية وعلى الأقل لمدة 5 سنوات، وهذا معناها مش على الأقل يعاون المناطق. الحاجة الثانية مجبورين باش نتخيلوا منظومة صحية فيها شوية ابتكار، فيها قرارات، فيها إعادة هيكلة باش الطبيب يلقى بلاصته في المنظومة باعتبار هو الصرف، معناه هو لوردوناتور ديبونس. الطبيب وقت اللي صح باش نطلبوا اي ار ام ولا باش نطلبوا تحليل معين وكل شيء عنده انعكاسات من الناحيه الماديه، لكن غالبا في خدمته اليوميه مش مساهم في الجوفرنانس كما معناها يلزم. يلزم نتخيلوا سيستم اللي يخلي الطبيب هو بيدو، معناها تعطيه اهداف، كي نقول الطبيب الفريق الطبي تعطيه اهداف، وإذا كان يحققهم يقع امتيازات في من ناحية التجهيزات، من ناحية الامتيازات حتى للفريق الطبي إلى غير ذلك. معناها هذا مازلنا مربوطين بالقوانين القديمة اللي تخلي معناها إمكانية التصرف والاجتهاد تبدأ محدودة. دونك الحاجة الباهية اللي كانوا على كل كي نشوف انا في كلية الطب مثلا، صحيح ثم الهجرة معنا عدد لباس به، اما كمان ثم ديما كيما البيبينيير، معنا كيما معنا شتلة جديدة من الجيل من الاسيستان الى غير ذلك اللي يعوضوا. اما لابد معنا هذه ما نحبش ندخل بارشة في التفاصيل خاطر يعني كل واحد عنده نظرة في شنو من الحاجات النجمي يدخلها مع المنظومة الصحية باش يحسنها، مي لابد ان نركزوا على نظرة جديدة للمنظومة الصحية ككل. نعم. مربوطة بالكنام، مربوطة بعدة حاجات. حبيت نسأل سيادتك سيادة العميد، هل انتم راضون وانتم كعميد كلية الطب وانتم زرتم كثير من المستشفيات، راضون على مستوى الخدمات الطبيه اللي حاليا موجوده في المستشفيات نتاعنا؟ هل تحسنت مردوديه يعني العمل او الخدمات اللي تقدم في المستشفيات، ام ما زالت هناك بعض الاشكاليات موجوده؟ قد تكون ايضا نقص اطار الطبي او قد تكون ايضا نقص في المعدات. اي لا ما فيش شك، هما توا احنا لازم نركزوا اكثر على الخط الاول، خاطر المستشفيات الجهوية ولا حتى الجامعية 60% من الأمراض ينجم يتلهوا بهم في ظروف أحسن، يبدأ قريب للمنطقة نتاعو في الخط الأول. والخط الأول يلزمه رد اعتبار، يبدأ معناها الطبيب العام أو الطبيب العائلة رد اعتبار، ويلزم نخلق كما مقاييس حل مثلا مستوصف او معناها مستشفى محلي، لازم ثم مقاييس معناها شنو ما الحاجات اللازمه 100% تتوفر باش ينجم الطبيب يخدم، الطبيب والفريق شبه الطبي يخدم في اريحيه. الحاجه الثانيه هو معناها التراكم، يعني راهو الطبيب هو اللي نجم برشا ناس ينجموا ظاهريا
ولكن المعامله في المستشفيات ولا في معناها المعامله ساعات تبدا صعيبه، الانتظار في المواعيد في مواعيد العمليات، هذا معناها خطر ثم ضغط كبير ياسر. جيت نشوف في القسم اللي نشرف عليه في مرض النساء والتوليد نصل 9000 عملية في السنة، ما شاء الله أكثر من 10000 حالة ولادات في السنة. معناها باللي نحاولوا باش نتفهم ونقرب المواعيد ثم ضغط كبير ياسر، ثم اختصاصات اللي فيهم مشكلة كبيرة كما الأشعة، لأنه ما ثماش برشا مراكز في الأشعة باعتبار، والمواعيد تبقى معناها عدة أشهر باش المريض معناها يصير له العلاج، مربوطة بالإمكانيات ومربوطة بإعادة نظرة معناها جديدة للمنظومة والجميع المتداخلين كل حد يتحمل مسؤوليته فيها. معناها ما تنجمش يكون ضغط لأنه ثم العلاج المجاني إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت ما ثماش معناها الإمكانية اللازمة المالية باش تنجم تأدي الواجب بالميزانية اللي موجودة في المستشفيات سواء كان محلية جهوية أو جامعية. نعم، من الأشياء الحقيقة اللي تثلج الصدر سيادة العميد هي الكفاءات والمهارات التونسية في المجال الطبي، خاصة على مستوى العمليات الجراحية سواء في الكبد سواء في القلب أو سواء في عدة معنى أمراض أخرى. لاحظنا نجاحات كبيرة برشا قاعدة تحقق من يوم إلى آخر، وهذا يدل بطبيعة الحال على أن أطبائنا لهم مهارات الكثير والكثير. سيادة العميد، التكوين نتاعنا تكوين صحيح، معناها احنا توا الكليه كان نحكي على كليه الطب وكليه ابن الجزار نتاعنا معناها خذينا الاعتماد، معناها كي تاخذ الاعتماد من منظمه عالميه معناها للتكوين الطبي معناها مش سهل، لان مبني على طموح على خدمه فريق ناس حتى اليد في اليد للي يصلوا للجوده. معناها في الجوده كي نحكيوا على الجوده هي في العلاج في المهارات وفي التكوين، معناها في تقريبا اسبوعين كل الطب تعاقدت مع اكبر جامعه في طرابلس في 10 اختصاصات باش تكونهم في الماجستير، نكونهم معناها عن بعد ولا حضوري مع التربصات اللي باش نشرفوا عليها من بعث البرامج حتى للتكوين الصحيح. وهذا انفتاح الكلية الطب السوسة على البلدان المجاورة. انفتاح عن أربعة ماجستير مع موريتانيا. الكلية الطب توا معناها ناقشنا في وقت قليل باش نخلقوا جائزة ابن الجزار. نعم. جائزة ابن الجزار مع جمعية اللي هي تتعاقد مع أوروبا، وإن شاء الله أول جائزة مش تصير تقريبا في آخر ماي 2023 باش يكون معناها بطبع مناسبة باش نعرفوا بابن الجزار وما هو. الكلية هي تكامل مع التاريخ، ربط مع التاريخ بتاع ابن الجزار. كل طبعا توا الدول الافريقيه اللي نخرجوا معناها الشهاده العلميه نصحوا فيها في الكليه، هما كانوا يقراوا في فرنسا في كليه اخرى في فرنسا، ولينا تعاقدنا يجوا من 15 بلاد من افريقيا يقراوا مثلا في الامراض القلب خاصه في نسموها احنا الريادابتاسيون معناها ما بعد العمليه، يقراوا في سوسة عادي الامتحانات في سوسة وياخذوا شهادة مزدوجة. نعم. صحفة عميد كلية سوسة وعميد كلية تور معناها في فرنسا. دونك الانفتاح هذا بطبع عنا حاجة أخرى مش بت على ليبيا لأنه اختاروا سوسة على خاطر عنا فوج جديد طبعا عنده 3 سنين اللي نقريوا باللغة الإنجليزية، طب باللغة الإنجليزية معناها اختياري معناها من الباك موجود في دليل نتاع البكالوريا أنه كلية الطب
توفر تدريس الطب باللغة الإنجليزية. نعم. هذا علاش عملناها، والحاجة هي اللغة طاغية في العالم. ثاني حاجة باش نجموا نفتحوا على البلدان الإفريقية والبلدان المجاورة، اللي البلدان اللي يتكلموا باللغة الإنجليزية. نعم. على كل سيادة العميد، الحديث معك شيق وشيق للغاية، وكم سعدت بلقائك في هذه الحلقة الأولى، وإن شاء الله تعقبها حلقة أخرى، لأن المجال متاعك ما شاء الله واسع وعريض، باش نتحدثوا في المرة المقبلة على كلية ربما إحداث ثرع من كلية الطب بسوسة في القيروان، ثم نتحدث أيضا عن المشروع اللي ينتظروه أهالي القيروان، وننتظروه هو المستشفى الجامعي الفهد ملك فهد، ثم أيضا المشروع الأضخم هي المدينة الصحية اللي مش تكون في منزل المهيري، هذا بطبيعة الحال في الجزء الثاني من الحوار. قلت دكتور إن شاء الله على كل نلتقي في مناسبة أخرى، لأنه التواصل معك والحديث معك في حصة واحدة لا يكفي، أقول هذا يكفي، وما شاء الله معناتها أعتبرك أنا ولست أنا لك أن القامة بالقامات الكبرى في تونس الطبية، وهذا ربما يخلينا نعمل جلسة أخرى أو حوار آخر ثاني في المرة المقبلة. شكرا لك، شكرا لك سيادة العميد على قبولك هذه الدعوة، وشكرا أيضا لزميلي أيمن ليجا ومحمد سيف الدين بولعريس على مستوى التقني الإخراجي والرقمي، والأغنية التي تحب أن تسمعها في آخر هذه الحصة أو الجزء الأول من الحوار معك السيد العميد. أنت شو اخترت لنا؟ أنت اخترت لنا، أنا ما أختر شيئا، اخترت أم كلثوم، أقول ما قلت هذه ليلتي تقريبا. لا هو مش حتى أم كلثوم، أنا عندي في بالي كان نخرج شوية مثلش بحاجة فرنساوية. فرنساوية خوليو إنجليزياس معناها. خوليو إنجليزياس. اسكو فو لي فام، على خاطر امبارح عيد المرأة. عيد المرأة نعم. فرصة باش نحيوا المرأة التونسية. نعم. إن شاء الله دكتور المرة الجاية نتحدثوا على أيضا على القافلات الصحية، خاصة دكتور أمراض السرطانية، هذه كثرة منتشرة برشا في تونس. مش نتحدثوا عن الموضوع هذا في الحلقة المقبلة. إذا هكذا سيداتي وساتي ينتهي الجزء الأول من الحوار مع السيد عميد كلية الطب بسوسة ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد، على قبول هذه الدعوة، وإن شاء الله نلتقي به في الأسبوع المقبل إن شاء الله.